أهلا بحضراتكم من جديد. امبارح العالم كله احتفل بيوم الخدمة العامة، وده بنحتفل بيه يوم 23 يونيو من كل سنة تقديرا للموظفين العموميين في الدولة وجميع أنحاء العالم. وبالمناسبة دي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل التحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وده عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال فيها: أتقدم بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص، وأدعوهم لتجديد العزم على خدمة وطننا العزيز ومواطني مصر الكرام، مؤكدا دعمي لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة على مستوى كفاءة الموارد البشرية والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات كأحد أهم سبل الدولة المصرية لبناء نهضتها وتحقيق التنمية الشاملة. كل عام وأنتم بخير. الحديث أكثر عن هذا اليوم معنا دلوقتي على التليفون دكتور أيمن عيسى، استشاري إدارة وتنمية الموارد البشرية. صباح الخير يا دكتور، منورنا في صباح مين. صباح الخير على حضرتك أستاذة مارينا وأستاذ أندرو وكل سادة صباح الفل على حضرتك يا فندم، أهلا بيك منورنا. أهلا بيك يا فندم. حضرتك عاوزين تكلمنا في البداية من يعني من إمتى العالم بيحتفل بهذا اليوم، الفكرة جت من إمتى، وكمان إزاي الاحتفال اتطور بيه على مدى السنين اللي فاتت؟ هو تعرف حضرتك أن الأمم المتحدة والدول العالم كلها في الجمعية العامة للأمم المتحدة دايما بيحبوا يعني يحطوا الاحتفالات بالأيام العالمية لإلقاء الضوء على قضية أو أن يوجه المجتمعات لحل مشاكل معينة أو لتقدير عمل فئة معينة أو لمساندة فئة أضعف. فده تقليد يعني الأمم المتحدة خدته بحيث أن هي تقول والله إحنا عندنا فضيلة محددة أو عندنا قيمة معينة عاوزين نوضحها. تعرف حضرتك الموظف الحكومي دايما في أي دولة من الدول بيتعامل معها كمية يعني عدد كبير من المواطنين في تأدية الخدمات والمصالح والأوراق وغيرها وغيرها زي عندنا هنا في مصر بالضبط. فالاحتكاك المباشر ده دايما بيخلي في يعني ايه تطلع للمواطن انه يحصل على خدمة كويسة وسريعة وفي وقت قليل، وتطلع من الموظف ان العمومي ان المواطن هو ايضا في النهاية اخ وصديق وزميل، فهو مواطن برضو يعني هيقدر دوره وعمله. فالأمم المتحدة سنة 2002 قرروا يعملوا جايزة زي يعني جايزة عالمية بتقول والله احنا بنقدر عمل الموظف العمومي او اللي بيخدم الخدمة العامة، بحيث ان احنا نشجعه ان هو يبذل مجهود اكتر ويبقى عنده حماسة اكتر ويبقى فيه منافسة في اداء العمل بشكل راقي. وخدت قرار سنة 2003 ان يبقى فيه يوم عالمي للاحتفال بالخدمة العامة على مستوى الدول المشتركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالفعل الموضوع لقى يعني ترحيب شديد جدا، ودول كتير يعني منها الدول العربية ومصر بوجه خاص بالاحتفال بهذا اليوم. الجائزة دي بتعقد بشكل سنوي وده تقليد سنوي، يعني السنة دي إن شاء الله هيتم عقد الجائزة ومنتدى عالمي في كوريا الجنوبية في 26 يونيو، وللإلقاء الضوء بقى على أهم الناس اللي بتشارك في الوقاية من الفساد وتحسين تنوع الخدمات للناس وتعزيز مشاركة المواطنين، يعني سماع رأي المواطنين في أداء الخدمة العامة والخدمات المقدمة لهم وتطوير المعرفة وحاجات كتير جدا. طب يا دكتور ايه اللي ممكن نقدمه لموظفينا من دعم نفسي ومعنوي عشان يتم تحقيق المطلوب من الموظف على اكمل وجه؟ والله هو سؤال مهم جدا، انا اشكر حضرتك عليه جدا. يعني هو زي ما قلت لحضرتك هو الموظف ده في النهاية لو هنتكلم عن حالتنا احنا هنا في مصر مثلا، هو في النهاية اخويا وصديقي وزميلي. صحيح. وكان زميلي في الجامعة وزميلي في الوزاره اللي انا فيها او يعني ايا كان، يعني في كلا الحالات انا في بعض الحالات ببقى انا الموظف العمومي وبعض الحالات ببقى انا متلقي الخدمه من زميل اخر او من مواطن اخر. ف
فالموظف العمومي في النهاية بيأدي عمله، محتاج مني أنا بقى يعني بعض التقدير لدوره، ما بقاش فيه الضغط الشديد قوي اللي هو لمجرد تعطيل في أي حاجة. أو ما هو المشكلة يعني يا دكتور إن كل الناس دايما بتتكلم عن المشاكل اللي بتحصل من الموظف، محدش خالص بيلقي الضوء على المشاكل اللي بتحصل من اللي داخل ياخد الخدمة. ما هو اللي داخل ياخد الخدمة دي برضو أكيد بيضايقه. حقيقة ما هو بس القانون في النهاية بيحمي الموظف العمومي بحاجات كتير جدا، يعني لابد ان احنا نتعامل معه. بس انا مش عاوز الشكل يبقى تبقى العلاقة بيننا وبين بعض تبقى علاقة قانونية بحتة. يعني صحيح. الفكرة ان في النهاية زي ما قلت حضرتك هو اخويا وزميلي وجاري، ففي النهاية انا عاوز اقضي خدمتي باسرع وقت، فما حطوش على ضغط زيادة، يعني ما خلوش بمارس عليه ضغوط زيادة اكتر من ضغط العمل اللي هو بيقوم بيه. لو الموضوع كله موضوع توعيه، يعني احنا في معركه كبيره قوي، عنوان كبير قوي اسمه معركه الوعي. صحيح. فانا لو وعيت يعني في البرامج التعليميه والبرامج المهمه زي برنامج حضرتك اللي بيطلع لنا كل يوم الصبح، يعني ان انا اوعي الناس بفكره ان الموظف العمومي ده له حقوق ايضا زي ما له واجبات، هي كفتين ميزان يجب ان احنا نحافظ عليهم في توازن، بحيث ان انا احصل على خدمتي وفي نفس الوقت اقدر الموظف العمومي. صحيح. العالم كله بيحتفل في 23 يونيو كل عام بالخدمه العامه والموظف او العاملين في الجهاز الاداري للدوله. ده تقليد كويس جدا ويعني له قيمه، بتقول والله ان احنا في النهايه عندنا اهداف كبيره جدا، لان تم ربط الاحتفالية دي وده الجديد السنة دي بأهداف الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة. يعني موضوع مش موضوع كل احنا بنحتفل من أجل الاحتفال، لا، ده احنا عندنا أهداف أممية. واسمح لي يعني أقول ان احنا تأخرنا. صحيح. المفروض على 2030 يكون حققنا الأهداف بتاع الاستراتيجية لغاية 2030، لكن العالم كله تأخر بسبب بقى جائحة كورونا وغيرها من الأسباب في تحقيق ال 17 هدف بتوع الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة. فأداء الأعمال وحركة تأدية الخدمات وتسريعها ده دور العاملين في الجهاز الإداري للدولة اللي احنا بنكن لهم كل التقدير والاحترام وبنهنيهم باليوم العالمي للخدمة العامة. وطبعا ما فيش أحسن من تهنئة السيد الرئيس السيسي لهم امبارح على كل الصفحات زي ما حضرتك تفضلته في الانترو. صحيح. دكتور أيمن عيسى استشاري إدارة وتنمية الموارد البشرية، بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا.